من نادي الاهلي ومن هذه المداخله المهمه الى مداخله ايضا في منتهى الاهميه. والحقيقه الفتره اللي فاتت كلام كتير جدا جدا، الامور هتمشي ازاي فيما يتعلق باعاده مباراه مصر والسنغال، طب الدنيا ماشيه ازاي في قصه المدير الفني الكابتن ايهاب جلال، طيب الامور تفاصيل كتير الناس عايزه تسال عليها. انا معايا على التليفون الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم والمتحدث الرسمي ايضا للاتحاد. الحقيقه الراجل لا يألو جهدا ان هو يكون موجود معانا، ما بخلش علينا باي معلومه سواء جوه الهوا بره الهوا. وانا دايما كنت اقول انه انا افهم انه لا يتولى منصب المتحدث الرسمي طول الوقت انه تليفونه يبقى في تواصل مع الناس. اللي انا بقوله لكم ده مش انطباعي انا بس كبرنامج او انطباعي انا كمقدم برنامج يعني، انما هو انطباع من يعمل في هذا الوسط الكروي، ان الراجل في تواصل دائم مع الكل ويمنح الكل المعلومات المطلوبه. استاذ وليد اهلا وسهلا بيك ومساء الفل وكل صحه. طيب مساء الفل، ازيك يا استاذ ابراهيم؟ وانت بالف صحه وسلامه ومشاهدينك بخير وسلامه ورمضان كريم يا رب عليك يا رب وعلى جميع الناس. طيب خليني اسال حضرتك في البدايه، اكيد سامع الكلام الكتير ومباراه مصر هتتعاد والسنغال والكلام ده كله، هل هناك اي خطاب رسمي وصل من الاتحاد الدولي لكره القدم يفيد اي شيء بهذا الامر، اعاده المباراه او حتى التلويح ليها او الاشاره اليها ولا لا؟ لا نهائي، ما فيش اي حاجه رسميه لسه وصلتنا ردا على الشكوى بتاعتنا للجنه الانضباط والفيفا، واحنا منتظرين بنتابعهم بشكل دائم ومنتظرين بس اي قرار هيصدر هنعلن عنه فورا. يعني هم مش عايزين يقولوا ميعاد معين، يعني احنا سمعنا مثلا انه كان في ميعاد يوم 21 ابريل وانتظر الناس انه يكون يعني يخرج قرار، هل هم ما حددوش لحد دلوقتي يا استاذ وليد ولا لا؟ ما بعتوش اي مخاطبه بتفيد ان هم هيناقشوا الموضوع ده في اليوم الفلاني ولا لا؟ برضو عشان ندي للناس معلومه. لا خالص، ما جالناش اي حاجه تفيد ان هم هيناقشوا او في تحقيق او ده لسه، كل الحاجات دي ما جاتلناش بيها اي مخاطبه رسميه. فكله اللي بيصدر على الساحه كلها اجتهادات، انما انا مطلوب مني دايما اقول الحاجات الرسميه. مظبوط. طيب في الرسمي، في الكلام الرسمي، نحن ننتظر كاتحاد مصري لكرة القدم أي حكم أو أي قرار هيخرج، عشان أكون دقيق، أي قرار هيخرج علشان التعامل فيما بعد قرارات، أو بمعنى صح ناخد خطوات تصعيدية أخرى، مظبوط كده ولا إحنا جاهزين؟ مجهزين حاجات شبه كده؟ إحنا مجهزين ملف كامل للطعن على القرار اللي هيصدر لو ما كانش إعادة مناسب أو ما كانش كما نأمل يعني، وهنطلع المحكمة الرياضية على طول بإذن الله. وكل دي إجراءات احنا بناخدها لحماية حق مصر يعني. طيب ده شيء عظيم، خليني بقى أنقل مع حضرتك لموضوع تاني. كابتن إيهاب جلال متى سيتولى المهمة رسميا كمدير فني لمنتخبنا الوطني؟ إن شاء الله ربنا يوفقه بكرة في مباراة بيراميدز بكرة بإذن الله. مجرد العودة هيبقى في جلسة مع مجلس الإدارة ويتحط فيها باقي التفاصيل جهازه ومواعيده وكل الحاجات دي ان شاء الله. لسه الجهاز مش متوافق عليه يعني، لسه ما انتهاش الموضوع ولا لسه ولا خلاص انتهى؟ هو ما حصلش حوار مع كابتن ايهاب فيه عشان يركز الفتره اللي هو فيها ديت في مباراتين بتوع بيراميدز، فما حصلش حوار خالص. ان شاء الله اول ما يرجع بالسلامه هيبقى في جلسه ونتناقش فيها، وان شاء الله يبقى يعني الحاجة اللي هتريحه إن شاء الله هنعملها إن شاء الله بإذن الله. طيب أروح مع حضرتك لملف استخدام الحكام الأجانب. أنا لسه كان معايا دلوقتي على التليفون دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وقال لي إنه اتحاد الكرة اختارهم، حضراتكم اخترتوهم بانه ما فيش تعذر امكانيه التوصل الى حكام من الخمسه او من الخمس دوريات الكبرى. كيف سيكون الحل وكيف يرى اتحاد الكرة هذا الامر في حد ذاته، استخدام حكام اجانب؟ والله هو النادي الاهلي كان تقدم بطلب للحكام الاجانب وحدد خمس دول يبقى موجود منهم الحكام اللي هم الخمس دول الكبرى في كره القدم. احنا خطبناهم، لجنه الحكام خطبتهم بمجرد ما الطلب وصل لنا، والحقيقه الردود جات لنا ان هم الحكام في نهايات الدوريات عندهم، فهم محتاجين حكامهم مش هيقدروا يبعتوهم في التوقيت ده. واحنا اخترنا النادي الاهلي بدايه النهارده وقلنا ان في بدائل موجوده. زي ايه؟ فلو
ما احنا ما ينفعش نقول زي ايه بقى بدائل يعني حكام عرب مثلا، بدائل. حكام عرب يعني؟ لا 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 لا، حكام اجانب برضو، حكام اجانب. اه اوكي ماشي من ماشي. الصف الاول برضو، انما مش هنقدر يعني، يعني لا لا قلنا النادي الاهلي ولا هقدر اقول على الهوا لا لا كويس هما من كويس، انا انهي بحترم دول. ده يعني. انتوا ارسلتم الخطاب رسميا الى النادي الاهلي في المتاح او اللي نقدر نتحرك فيه كاتحاد كوره، مظبوط كده؟ بالظبط تمام، بالظبط انا يا بحترم فندم، ده تمام، ما عنديش مشكله. اهم حاجه ان انا وصلت بالظبط للمعلومه ان انتوا اديتوا لهم بدائل لحكام اجانب وليسوا عرب. ماشي. بالظبط. ف احنا ماشيين برضو في الاجراءات، ولو النادي الاهلي ما عندوش مشكله هنبعت نجيب الحكام دي على طول ان شاء الله باذن الله. طيب بسال حضرتك برضو سؤال فيما يتعلق بنهايه بطوله الدوري، هل قد تؤثر الفترات بتاعت التوقف دي على نهايه بطوله الدوري ولا لا؟ طبعا. فترات التوقف بتأثر على النهايات طبيعي، انما كده كده الحكام مارسين ولجنة المسابقات حاطين البدائل وحاطين التوقيتات، وان شاء الله يعني تنتهي بشكل كويس يظبط السيزون اللي جاي كمان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ وليد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وسعيد جدا بمداخلتك وسعيد بتعاون اشكرك حضرتك الدائم معانا. انا بشكرك يا فندم في كل ده. اشكرك استاذ بشكر ابراهيم، حضرتك شكرا اشكرك. جزيلا. استاذ وليد العطار المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم.